فصراحة الحمد لله فالمقابلة كانت صعبة، والحمد لله فالدريات صراحة ما بين الأشواط داروا التعليمات اللي عطيناهم الحمد لله، وكما شفتي فالمقابلة ما تحسمت الدقائق الأخيرة، وحنا الحمد لله هذا الفوز هو اللي كيقربنا من الصدارة إن شاء الله باش نلعبوا على الصعود إن شاء الله هذا الموسم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.